بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على الزراعة. في ظل تعاظم مضايقات الاحتلال وتحديدا في مناطق الأغوار الشمالية وأريحة وطوباس بحق القطاع الزراعي الفلسطيني بهدف ثني المزارع عن البقاء في أرضه وتفريغ المنطقة حتى يتسنى لسلطات الاحتلال إقامة المستوطنات والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، تبرز الحاجة لدعم حكومي كبير لهذا القطاع الحيوي الهام، لكنها تلك المطالب تصطدم بإجراءات بيروقراطية خاصة فيما يتعلق بملف الاسترداد الضريبي، حيث يقول المزارعون إن لهم في ذمة الحكومة ملايين الشواكل منذ سنوات ولا يستردون منها إلا القليل وبشكل غير منظم ومدروس. هذا الملف الهام يسعدني أن أستضيف فيه للحديث عنه المهندس عبد الله الحلوح وكيل وزارة الزراعة. أهلا وسهلا بك، تحياتي. والأستاذ عباس ملحم المدير التنفيذي لاتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين، مساء الخير. والأستاذ جمال الديك رئيس اتحاد الفلاحين الفلسطينيين، أسعد الله أوقاتك يا أستاذنا الفاضل، نورتونا، أهلا وسهلا فيكم. ضمن إذن سلسلة حلقات عين على الزراعة تطرقنا إلى إغراق السوق، تطرقنا إلى التضييقات على المزارعين والاستيطان، واليوم نتطرق أيضا إلى ملف الاسترداد الضريبي وأثره على القطاع الزراعي. لكن قبل ذلك نشاهد هذا التقرير الذي يلخص للمتابعين والمستمعين الكرام قصة الاسترداد الضريبي. نتابع نشاهد. في العام 2018 صدر قرار بقانون الاسترداد الضريبي للمزارعين. يتيح القرار بقانون لوزارة المالية اقتطاع 30% من قيمة الضريبة لمصلحة صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، 5% منها تذهب عمولة لوزارة المالية. سياسة المالية بشأن الاسترداد الضريبي لمزارعي الثروة النباتية وليس الحيوانية أن يأخذ المزارع الردية كاملة غير منقوصة بالمطلق، وهذا حق للمزارع وفقا للقرار بقانون رقم 14 لسنة 2016، والذي نص على إعفاء المزارع إعفاء تاما من ضريبة الدخل على صافي الأرباح. وبما أن المواطن لا يدفع ضريبة قيمة مضافة على السلع الزراعية، فمن حق المزارع استرداد الضريبة التي دفعها للدولة على المدخولات الزراعية ولم يستردها من المواطنين. يرى المختصون أن عدم إعفاء المزارعين ومربي الثروة الحيوانية حتى الآن من ضريبة القيمة المضافة تقصيراً حكومياً تجاه هذا القطاع المهم للاقتصاد الفلسطيني. إذن أهلا بكم من جديد. تقرير قصير لزملائنا في فريق العمل حول الاسترداد الضريبي، لكن حابين أستاذ فراس نبدأ بك فورا مباشرة، نعرف تفاصيل أكثر. شو الاسترداد الضريبي هذا؟ إيش من إيش يحسب؟ أنتم كمزارعين شو ملاحظاتكم؟ رح ندخل أستاذ عباس، عفوا أستاذ عباس أنا آسف، وأنا كنت أتوقع أنت تكون هون. هذا الاسم الحركة. حابين نعرف الاسترداد الضريبي وشروطه وكيف بتم والقطاعات اللي بيشملها، يعني حتى الناس اللي بيسمعونا ممكن مش مزارعين يفهموا شو القصة. أشكرك بداية على هذا البرنامج وهذا التقرير، وخليني أحيي المزارعين اللي بتابعونا أو بيسمعونا وبيشاهدونا في هذا البرنامج، ونشكر صديقنا أبو رجائي على حضوره وأخونا عبد الله الحلوح واهتمام وزارة الزراعة في هذا الملف الهام جدا. وملف الاسترداد الضريبي سيدي يعني من الملفات اللي بتضج مضاجع المزارعين من فترة طويلة. ماذا نقصد بالاسترداد الضريبي؟ احنا بنقول في الاسترداد الضريبي هو ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مدخلات الانتاج الزراعي، حق المزارع انه يستردها، وهذه بنعتبرها واحدة من المساهمات غير المباشرة المالية من طرف الحكومة لدعم المزارع من أجل إسناده وتخفيف تكاليف الإنتاج الزراعي عليه، حتى يكون الإنتاج الزراعي منافس في أسواقنا الفلسطينية والمحلية، ويكون مردوده الاقتصادي على المزارع أفضل بشوي بربحية أعلى لتمكين المزارع من البقاء والصمود على أرضه، يفلحها ويزرعها ويصمد فيها، الأمر اللي ممكن يؤدي فيه لحماية هذه الأرض من خطر المصادرة أو الإلحاد
الإلحاق أو الضم للمستوطنات المحيطة، وبالتالي يعني بنقول عندنا قطاع زراعي واعد. والملف الاسترداد الضريبي عبر السنوات السابقة من أعوام طويلة مر بمراحل متعددة ومختلفة، منها ما كان أيام ما قبل 2012 عندما كان الاسترداد الضريبي فاعلا للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، بمعنى كانوا المزارعين يأخذوا ردياتهم الضريبية اللي هي ضريبة 16% المدفوعة على مدخلات الإنتاج الحيواني والنباتي من الحكومة ضمن آلية معينة بيسجلوا فيها وبيقدموا مبالغهم المالية أو ملفاتهم المالية للوزارة، والوزارة بتعملهم رديات ضريبية. أخذ مجلس الوزراء قرار بشهر 12/2011 وصار نافذ بسنة 2012 إنه أوقف حق الاسترداد الضريبي عن قطاع الثروة الحيوانية لأسباب هو ساقها في ذاته في حينه، وقال لأنه اللي بنتفعوا من الرديات عمليا المصانع مش المزارعين كأفراد، وإحنا بدنا المزارعين هم اللي ينتفعوا. وبدأت معركتنا أو نقاشنا وحوارنا الديمقراطي مع الأطراف ذات العلاقة ومع شركائنا بالاتحادات والأطر التمثيلية إنه يا عمي بدنا نرجع حق الاسترداد الضريبي لقطاع الثروة الحيوانية، وأن يتم التعامل معه بالمثل كما يعامل القطاع النباتي. القطاع النباتي ظل من 2012 لحد 2018 الرديات الضريبية يعني مقرة له ومنصوص عليها حقا وتنفذ. جميل. هلا عندنا مشكله بالتسويف والتاجيل اللي هم بعد 2018 لحد 2018 شهر 7 كان يقبضوا شهر 7 2018 مربي القطاع النباتي عفوا مزارعي القطاع النباتي كانوا باخذوا ردياتهم الضريبيه بدون اقتطاعات ال 30% اللي كان القانون اصلا بنص، قانون درء المخاطر والتامينات الزراعيه بنص على انه هذه الاقتطاعات يجب ان تكون بموافقه المزارع نفسه حسب نص القانون، بالتالي كان باخذها كامله بدون اي اقتطاعات. في شهر 7 2018 المحطه الثانيه للاسف طلع قانون معدل لقانون درء المخاطر لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، وعمل الاسترداد الضريبي والاقتطاعات فيه 30% ملزمة على المزارع، صار تقتطع قانونا حسب نص القانون، وأعطى لوزارة المالية الحق بأن تقتطع حتى عمولة 5% صحيح على ملفات المزارعين. يعني صار المزارع الصفر تبعه بيبدأ من عند اقتطاع 35% من حقوقه في الرديات. هذا واحد. اثنين، القطاع الثروي الحيواني لم يتم الاعتراف بحتى القانون المعدل اللي اعتبرناه احنا، المعدل اللي اعتبرناه غير منصف للمزارعين في ذلك الوقت في 2018 وكنا يحتاج لتعديل واعاده نظر فيه. قطاع الثروي الحيواني لم ينتفع من الرديات الضريبيه اللي كانت 50% لصالح المزارع و50% تذهب مناصفه 25% لوزاره الماليه و25% لصالح صندوق التامينات. وبدانا من ذلك الوقت بحوار جدي مع الوزاره سواء كان في الحكومه السابقه 2018 ومع الحكومه الحاليه، وللامانه كان في يعني اهتمام عالي في ملف الاسترداد بالحكومه الحاليه وحاولنا نقطع فيه شوط. وصل صوتنا وصرخاتنا ايامنا احنا واتحاد الفلاحين واتحاد جمعيات تعاونيه، وقدمنا كتب ومناشدات لمجلس الوزراء. مجلس الوزراء قرر كمان بدفش ودعم من وزاره الزراعه قرر تشكيل هيئه لدراسة التشريعات الخاصة بالاسترداد الضريبي، وعملت هذه الهيئة مشكلة هذه الهيئة من وزارة الزراعة كونها هي الوزارة المسؤولة، وزارة العدل، وزارة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اتحاد المزارعين الفلسطينيين وأنا كنت شخصيا موجود في هذه اللجنة، واتحاد الفلاحين ممثل كان بأخونا جمال مبسط أبو خرشيد يعني ممثلا عن اتحاد الفلاحين. وبدأنا سلسلة لقاءات ونقاشات حول قانون الاسترداد الضريبي، كيف يكون الاسترداد بأول مرة في فلسطين قانون بدل ما هو قرارات خاضعة للإلغاء أو للتعديل والتمكن. خلينا نوصل معناته نكمل من عندك أستاذ جمال، يعني هي حط المتابعين والمستمعين بصورة شبه كاملة، وين الملاحظات فورا اللي بدأتوا يعني تحطوها وتلاحظوها وماشيين فيها لتنفيذها لصالح المزارعين؟ أهم النقاط اللي التعديلات اللي حكى عليها اللجنة ليش لحد الآن؟ طيب بما إنه هي الحكومة ماشية وأشاد فيها والوزارة شغالة، وين القصة؟ أكيد الحق على المواطن لأنه مش راضي يفهم علينا ولا على حكومتنا إيش المطلوب. هذا المواطن يجب مساءلته. لا المواطن شو خصه المواطن بالضبط؟ ليش يطلب؟ سيدي أخي الفاضل، هذا القطاع الزراعي، هذول الفلاحين، عندنا نموذج في العالم العربي اسمه سوريا. نعم. سوريا تم الاعتداء عليها من 120 دولة في العالم لأنها كانت مستقرة اقتصاديا، بمعنى مستقرة زراعيا وفلاحيا. نعم. بيستوردوش من برا أي حاجة، كله بأكله من إنتاجهم.
وطلعوا شعار، واحنا كمان كفلسطين متبنينه، اذا كان الفلاح بخير فالوطن بخير. باب الاجتهادات الواسع في منظومه التشريع في الانظمه والقوانين اللي فيش فيها يعني تركيز على مخرج ديمقراطي واضح. على سبيل المثال صندوق درء المخاطر كان عنده اجتماع، عنده نقاش للتأمينات وعنده نقاش للإسرداد الضريبي، فأبدعوا فكرة يقتطعوا لصالح صندوق 25% غير متفق عليها، وإحنا مختلفين أصلاً مع وزارة المالية على 30%، ومختلفين كمان مع وزارة المالية على تعريف الإسرداد الضريبي. الإسرداد الضريبي في الطفولة في شيء اسمه سقاطة، بيجي الولد أمه بتعطيه كرشين مشان يشتري فيه سندويش، بحط كرش بالسقاطة. الفلاح اللي مسخن بحط كرش بالسقاطة لما يدفع الضريبة ولما يأخذ الفاتورة، والفلاح ما في فكره إلا لما يحتاج ينبلقيه يدق هالباب ويأخذ، يدق هالباب ويأخذ يجيب وراءه مثل ما بقول. إحنا في الزراعة فيش عالم مستقر، السنة البندورة أسعار كويس، كمان شهرين الأسعار مش كويس، فالفلاح لما مشروعه في البندورة يخرب بيعتقد أنه في 17% راح يأخذهن هسه، بيجي بدك الباب يأخذهنش، فبدل ما يروح يجدد الموسم بيروح بيعتزل الزراعة. لما يعتزل الزراعة تراكمت عليه ديون، تراكمت عليه مسؤوليات، أصبح مطارد في السوق ومطارد أحيانا للدولة، وفي تقريبا 22 قضية محاكم في جنين على مزارعين. للخلل موجود في وزارة المالية والوزارات ذات العلاقة، بدهاش اجتهاد ولا بدها تنظيم ولا بدها، مش بنعمل في حجبة، احنا بنقول دفعنا لكم مليون رجعونا اياهم، رجعونا اياهم مليون يخلف عليكم. دكتور عبد الله رجعوا لهم اياهم ان شاء الله، رجعوا لهم اياهم. اذا الكلام بهالبساطة اللي بيحكوا فيها الشباب اللي اذا لكوا شهادة وزارة تانية. بداية تسمحوا لنا نتوجه حقيقة يعني لإخواننا وأخواتنا المزارعين الصامدين المرابطين في حقولهم ومزارعهم، لأنهم هم حراس الأرض حقيقة. ومهما قال المزارع يعني، وهذه يعني تعتبر أحد ليس شعار، وإنما دائما المزارع على حق، خصوصا في ظروفنا الفلسطينية، وخاصة ما يواجه المزارع من تحديات وعلى رأسها الاحتلال الذي لا يكل ولا يمل من تطبيق كافة السياسات الباطنة والظاهرة لخلع الإنسان الفلسطيني من أرضه وتفريغ الأرض. وهذا يعني أحد الأدوار التي أصبحت رئيسية لوزارة الزراعة وشركاء من منظمات غير حكومية ومجتمع دولي. الآن ما أريد أن أقوله بأنه يعني وزارة الزراعة وضمن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لاستراتيجية القطاع الزراعي هو إيجاد بيئة مؤسسية مؤسساتية قانونية تشريعية مواتية لوضع سياسات تعزز من صمود المزارعين من جهة، وتشجع أيضا على زيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي من جهة أخرى، كونه لاعب رئيسي في عملية في الأمن الغذائي الفلسطيني كما ذكر الأخ أبو رجاء، لأن الزراعة هي محور الأمن الغذائي وعمود التنمية الريفية. الآن ما أريد أن أقوله بأنه تطبيقا لهذا الهدف تم اتخاذ العديد يعني من السياسات والقرارات، سواء قوانين تشريعات هي للصب في إيجاد بيئة مؤسسية مواتية لتعزيز صمود الإنسان الفلسطيني، ونحن نتكلم عن الزراعة الآن. أولها اللي هو قرار بقانون إعفاء المزارعين من ضريبة الدخل، والحمد لله يعني هلأ كافة المزارعين معفيين. نعم. والشركات التي تشتغل في الإنتاج الزراعي أول 300 ألف شيكل من صافي أرباحها السنوي أيضا معفى. هذا كانت نقلة نوعية. النقلة النوعية الأخرى وهي إنشاء المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، والحمد لله هي أول مؤسسة حكومية. نحن نعمل في الزراعة منذ سنوات، كان حلم أن يكون لدينا مؤسسة متخصصة لتوفير القروض بكافة آجالها بكافة أحجامها وميسرة ومدعومة، والحمد لله الحكومة أنشأت هذه المؤسسة وتقوم بواجبها وبلشت، والحمد لله أنها بتتطور وبتتطور وبتكون سند للمزارعين. النقطة الأخرى
المجالس الزراعية أيضا هناك قرار بقانون الآن في مجلس الوزراء، وإن شاء الله أنه في مراحله النهائية قريبا يصادق عليه. أيضا هذه من ضمن السياسات التي تعطي الكذا. النقطة الأخرى بأن هناك خدمات أساسية ونستطيع أن نقول أنها شبه مدعومة 100%، يعني رمزية زي خدمات البيطرة، خدمات الإرشاد، وقاية النبات، التسويق وغيره، هذه تقدم للمزارعين في كافة محافظات الوطن. الآن النقطة الأخرى اللي بتهمنا من سياسات وغيره اللي هو الحماية المنتج الفلسطيني، ونحن نتخذ قرارات كبيرة. الآن البطيخ ممنوع، البطاطا ممنوعة، الدواجن اللاحم، يعني لدينا اكتفاء ذاتي في الدجاج اللاحم، في بيض المائدة، في العديد من الخضروات، معظم أنواع الخضروات، في العنب، في الجوافة، في التمور وغيره، كل هذا الآن في الحبش ممنوع يدخل، وهذا نوع من الحماية لسوقنا ولمزارعنا في أرضه. وآخر شيء كمان اللي هو أن نضع سقف موازني لا تطوير القطاع الزراعي من الموازنة العامة، والحمد لله يعني الحكومة وضعت في عام 2021 35 مليون دولار الآن، وأول مرة كان هذا الكلام. جزء بيعرفوا زملائي وإخواني، يعني هم مطلعين ونحن على اجتماعات، يعني قبل عيد بيوم كنا نتحاور ونتكلم في مكتب معالي الوزير على موضوع الاسترداد الضريبي. وهنا أنا أريد أن أدخل وأقول لك بأنه هو على سلم الأولويات الآن، على جزء من الملفات الوحيدة الاستراتيجية، لأنه معظم العناقيد الزراعية يعني تم المصادق عليها من مجلس الوزراء، تم رصد موازنات لها، العديد من القضايا، لكن هذا من أهم الملفات الاستراتيجية الموضوعة على مكتب معالي الوزير. وهذا الموضوع حقيقة وعنديش عيب الهيستوري والتاريخ. الرؤية هو أن يعني، وقبل أن أدخل في رؤيتنا الآن، نحن نعتمد في ضريبة القيمة المضافة سواء كان على الإنتاج النباتي، أنا لا هي مجرد بعرفش هي وردت في القوانين سابقة، لكن ليس هناك طبعاً تشريع صحيح فلسطين فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، لا يوجد تشريع فلسطيني، وبالتالي بادرت وزارة المالية، وهذا اللي أخر الموضوع، هذا اللي أخر الموضوع اللي تفضل فيه أخونا يعني عباس. خليني أقول لك، الآن وزارة المالية قدمت مجلس الوزراء قرار بقانون أو مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وهو في القراءة الأولى والثانية، وقريبا جدا إن شاء الله يقر، وهذا سوف يأخذ القطاع الزراعي، يعني ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني، وأيضا كافة ضريبة القيمة على الشرائح الأخرى، يعني على القطاعات الأخرى زي السياحة أو غيره أو كذا. الآن ما تفضل فيه أخونا عباس، في عام 2008 إلى 2011 كان متخذ قرار مجلس الوزراء، قرار وليس قرار زي فيما يتعلق بالإنتاج النباتي هناك قانون، لكن فيما يتعلق بالثروة الحيوانية وكان قرار مجلس وزراء ب 2011 بشهر 12 تم إيقاف هذا القرار ب 17%. ولكن يجب أن أذكر أنا من خلال شاشتكم والإخوان بأنه هذا القرار جاء بناء على طلب المزارعين أنفسهم في ذلك الوقت، بأنه زي ما تفضلت أخونا عباس أنه استفاد منه شريحة معينة أو كذا، أو بعض الشركات لم تستفد منه صار يدفع ضريبة مبيعات، يعني هناك كانوا في ذلك الوقت أخونا دكتور إسماعيل دعيق وزيرا للزراعة، وتم وضع هذا القرار بقوة أمامه، وتم هو من أوصى بوقف هذا الكلام بناء على طلب مجلس الحليب ورئيس مجلس الحليب في ذلك الوقت. نعم فضل. بدي بعد إذنك يعني حتى نغوص رح نكمل مع حضرتك، بدنا نشوف إحنا وياكم مقابلة نكملها على الأقل فوري يعني قبل، بس لأنه كأنكم يعني الناس سامعينكم التسجيلات رح تشوفوا أنه مندمجة تماما مع النصوص اللي أنتم بتحكوها. خلينا نسمع بس جزء من المقابلات اللي اجريناها مع مجموعه من زملائنا او مع المزارعين اللي بيحكوا تحديدا عن الاسترداد الضريبي. الاسترداد الضريبي هو مطلب شرعي
ومطلب قانوني ومطلب حق لنا، وهذا كل دول العالم خاصة الإنتاج النباتي استرداد ضريبي بيرجع للمزارع الفلسطيني للمزارع، لكن احنا عندنا بنعاني كثير وبجوز ما بأخذوش 2 أو 3% من المزارعين استرداد ضريبي تبعتهم، بمعنى اللي له واسطة في وزارة المالية برجعوا له شوية مستداد ضريب، واللي مالوش مالوش. فإحنا بواجهنا إنها الملفات بتقعد 2 أو 3 أو 4 إنها لا ترد للمزارع. يعني عندك مديريات الضريبة مثلا، لما نقول مديرية ضريبة الطوباس تتساعد مع المزارع وتنزل على الأرض وبتشوف وبتقدم وبترفع الملفات وتوديه لرام الله، لكن تعاد من رام الله مرة أخرى بسبب إجراءات فنية روتانية. مش هاي المعاناة، هو قاعد على كرسي بيقول لك أنا هذا جاي 500,000 شيكل، لا الله اشتري هذا الملف تبعه، هذا اشتري الملف تبعه. طب ما هو مشغل 50 عائلة، طب ما هو قايم عن الدولة حمل البطالة لا يقدر ولا يطاق. انت لما بتمكيش بتاخر صرفها، فيش مصاري تيجي المصاري وما عندناش مصاري والمقاصة ولا التعطيل. هذا الاستثمار. اول شيء المزارع الفلسطيني غير مثقف تماما، يعني غير مثقف بما فيه الكفاية يفهم وهو الاسترداد الضريبي. طبعا هذا الاشي برجع لوزارة الزراعة ووزارة التخطيط اللي عندنا، لأنه ما في عندنا للأسف وزارة زراعة. الاسترداد الضريبي مهم جدا، والمزارع اللي عامل ملف ضريبي وإله استرداد ضريبي من 5 سنين بيستنى في الاسترداد الضريبي اللي هو 17% اللي حكوا عنه لازم يرجعوا، لساتهم برجعوا ما برجعوا. شو أثر ذلك؟ أثر ذلك هذا الإشي بيخلي المنتج المنتجات الإدخال عنا للمزارع الفلسطيني غالي جدا، فهو لما بيشتري ومركن إنه يجيه 17% هي يمكن هاي تكون مربحه الوحيد 17% في الموسم تبعه، فهي لما بترجعش فهو بتكاثر عليه ديون أكثر، يعني بتتكاثف الديون عليه وموسمه بيخسر. تابعنا هذه اللقاءات مع مزارعين في منطقة طوباس والأغوار. أستاذ فراس بشكل مباشر. عباس بدك نغير اسمه فراس مغير. عباس أخي سامر، شو رأيك باللي سمعته؟ طبعا يعني هناك حتى ما هو أكثر من ذلك. صح. لسه ما حكوش عن الاقتطاعات اللي بتصير عليهم، واللي إحنا برأينا سبق إنه حكينا عنها إنها اقتطاعات غير منصوص عليها حتى بالدستور. لأنه الاقتطاع بيصير قاعد بأثر رجعي من قبل 2018، علما أنه القانون عندنا بفلسطين بيصير فاعل من يوم ما ينتشر في جريدة الوقائع الرسمية بيبدأ تطبيقه. وزارة المالية، وأنا من هون بحكي معها وبخطبها من هذه الشاشة، بقول هي تطبق الاقتطاعات على المزارعين بأثر رجعي، وهذه مصيبة. وعشان هيك طلبناهم أكثر من مرة بأنه هذه الاقتطاعات يجب أن تعود لأصحابها. وزارة الزراعة بنعرف متابعة هذا الملف، وقالوا أنه موجود بالصندوق، وأنا بترك المجال يعلق عليه لأخونا أبو القاسم لما يجي يعقب عليه. لكن والله 35% 30% لهني للخمسة طبعات المالية. وهون في هذا الاستوديو عندكم بوطن، لما كان عندنا لؤي حاش اللي هو مدير عام دائرة المكوس والجمارك و قال إنه أجانا تعميم من وزير المالية بوقف الاقتطاعات 5% وإنه 30% راح يتم إرجاعها للمزارعين. يا عمي وعودات كثيرة تيجي للناس. أقول لك والله وجودنا هون وهذه القاعدة أنا خجلان منها. تعرف ليش؟ بعد 6 سنين ما زلنا بنحكي بنفس الملف على نفس الموضوع، وكأنه الركض موضعي هلكنا اتعبنا. يا سيدي لما مجلس الوزراء، دولة رئيس مجلس الوزراء بياخذ قرار بتشكيل لجنة لصياغة مسودة قانون بسكرتارية وزارة الزراعة وبوجود الأطر اللي بتمثل المزارعين والوزارات ذات العلاقة، وهي المحضر الرسمي. هذا واحد. هاي مسودة القانون اللي تم التوافق عليها وصيغة وزير الزراعة كان بتبعها شخصيا مع الدائرة القانونية وصيغت وانتهت، وقرار تشكيلها أجا من مجلس الوزراء من الدكتور محمد شتيه نفسه. ليش لحتى الآن هذا القانون ما طلع؟ هذا الحكي اللي بحكي لك إياه بشهر 1 2020، وإحنا اليوم بشهر 7 بنهاياته 2021. يا سيدي وأنا بدي أحكيها بصراحة، عندنا مشكلة مع وزارة المالية فيما يتعلق بالرديات بقانون بحق الاسترداد الضريبة تبع المزارعين. المزارع قال إنه هذا حق، وأنا بقول لك هذا حقه مش مني، والكل معترف بأنه حق. رئيس الوزراء أعلنها أكثر من مرة وكان حق، الرئيس أعلنها في أكثر من مرة على الوقوف لجانب المزارعين ودعمهم، وزارة الزراعة داعمة لوزارة المزارعين، إحنا الاتحادات بنصيحوا بالنادي في حقوق المزارعين. طب وين المشكلة؟ وين المشكلة أستاذ جمال؟ عند وزارة المالية. مش معقول. طب مش معقول. بأول شيء بكفوا ووفوا اللي حكوا،
ولا لسه في كتير حكين حق المواطنين المزارعين ما حكوش اللازم عنا. حلو. لا ما حكوا. كمل عنهم معناته سيدنا. إيش كمان ممكن ينحكى؟ سيدي بدي أتبع من حيث قال دولة رئيس الوزراء بين انفكاك اقتصادي. نعم. أسهل حاجة بالانفكاك الاقتصادي ما عنا نووي ولا عنا بترول. عنا بندورة وكسى وخيار وثروة حيوانية. نعم. والتمور جديد. إذا فيش عندنا اكتفاء ذاتي وحماية لهذا الإطار بيكون هدفنا اللي طرحناه غير قابل للتطبيق. حتى يكون الهدف قابل للتطبيق بده القرار الأول تكف يد وزارة المالية عن الرديات الضريبية وتعاد ضمن النظام على الأقل لدولة العدو دولة الجيران. هذه الدولة المحتلة اللي جنبنا هنا كل 3 شهور بيكون انتهى الملف، لأنه تعطيل الملف يعني طرد المزارع من أرضه. هيك تعريفنا. بدك تخلي مزارعين ثابتين، بدك تعمل بنية اقتصادية، بدك تعمل بنية تحتية، بدك تعمل اكتفاء ذاتي، بدك تحترم هذا الصوت. هذا الصوت مش طالب منك حاجة، طالب حقه. طالب حقه ودى عندك أمانة تسمح تعطيها في وقتها باختصار، وتفلسفش النظم والقوانين باحتياجك أنت. هذول المصريات نحطين بصندوق خاص فيهم. ليش يتم نفش عنا مصاري؟ لا، عنا مصرياتهم موجودات ولازم يأخذوهن، ولازم ترتفع الشكاوى اللي عنهم في جنين، ولازم يتم متابعتهم بطريقة أفضل. ويجب على الدولة تبدأ من الأخ إبراهيم دولة رئيس الوزراء حتى آخر موظف في الدولة، ممكن يكون جمال حماد أصغر موظف في الدولة. هذا الملف عيب يتم مطروح. دكتور عبد الله، أنا قرأت لك مقابلة وأنا بحضر لوطن قبل سنة أو أكثر، بتقول إنه صراحة لم نستشر في بعض التعديلات اللي قامت فيها وزارة المالية في موضوع الردية أو الاسترداء، التعديلات اللي قاموا فيها وزارة الزراعة. والله أنا أشك إني أنا صرحت هذا الكلام. هل أنت مطلع على كل التعديلات اللي بتقوم فيها وزارة المالية وموافق أخي عليها؟ أخي الكريم، طبعا إحنا مع المزارع قلبا وقالبا، وأي وسيلة دعم أو سياسي تدعم صمود المزارع الفلسطيني وتطور القطاع الزراعي، نحن كوزارة الزراعة وكسياسة وزارة الزراعة لا شك أنه نحن معها بكل القضايا الفنية والمهنية. لكن كما أنا أشرت في البداية قلت بأن هناك تشريع وقانون لضريبة الدخل الآن يدرس في مجلس الوزراء، مقدم لضريبة القيمة المضافة، مقدم من وزارة المالية، وإن شاء الله في القريب العاجل، وبالتالي عملية الرديات أو الاسترجاع الضريبي ل 17% على مدخلات الانتاج الزراعي بشقي النباتي والحيواني تأخذ تشريع ومستمر ومؤسس إلى الأبد. وبالتالي هذا الموضوع أنا ذكرت أنه على سلم الأولويات. صحيح. الآن فيما يتعلق يعني أخي عباس، أنت بتقول 6 سنوات وإحنا نحكي بال 35%، أنت بتعرف أنه القرار بقانون صدر بال 2018، يعني مش 6 سنين. لا، مشان اللي بيسمع يعني الثروة الحيوانية أخوي أبو القاسم من 6 سنوات نحكي، وإحنا بنحكي على الرديات، إحنا بنحكي على الرديات، بنحكي على الرديات. الآن فيما يتعلق بال 35% التي تم اقتطاعها حسب القرار بقانون لصندوق درء المخاطر في عام 2018، هذا الموضوع هي محفوظة وموضوعة، سيتم في حال إصدار مجلس الوزراء أو سن التشريع لضريبة القيمة المضافة أو ما توصلت له اللجنة الوزارية برئاسة معالي وزير الزراعة. نعم. وعضوية ولجنة فنية مشكلة كما ذكر الأخ عباس من كل الجهات العلاقة واتحاد الفلاحين المزارعين وزارة العدل الزراعة المالية، فورا هذا الموضوع سيعود إلى نصابه بشكل بدون أي أدنى تأخير. وبالتالي يعني لا نريد إحنا أن نجمل الأمور، هذا موضوع هام جدا بالنسبة لوزارة الزراعة. ما أخر الموضوع ليس هو تلكؤ حقيقة وزارة المالية بالنسبة للاسترداد الضريبي على المستلزمات الإنتاج الحيواني، كانت كل هدفها الآن هو وضع آلية، وزي ما حكى الشاب يعني الآن اللي آخر متحدث من إخواتنا المزارعين من كلهم كل احترام، نعم، سواء بيكون في وزارة زراعة فيش وزارة زراعة، بالعكس كل ما يجول في يعني المزارع يتفضل ويحكي، نحن مش هذا. يعني اللي كنت أنا بدي أذكره، اللي هو مالية موضوع الاسترداد، حكيت إنه كما تحدث بدهم يعملوا آلية، أهم حاجة هو التوعية.
توعية إنه المزارع الفلسطيني عندما يقر، لأنه عندما أخذت الحكومة في عام 2008 و 2011 قرار بأنه يستردوا مزارعي الثروة الحيوانية، كان قرار كثير. كم مزارع فتح أخي عباس ولا أبو رجاء، كم مزارع فتح ملف ضريبي؟ إحنا بنحكي على مربي الثروة الحيوانية بس المجترات بحدود 35 ألف مربي. أنت تروح كم شوف كم عددهم. لم يفتد يعني جزء بسيط جدا، وهذا التوعية اللي حكاها يعني أخونا. وبالتالي وزارة المالية نحن نريد بأنه 17% تعود إلى أصغر مربي حتى أكون أنا أصغر أنا مربي واضح. نعم، إنه يفتح ملف ضريبي. وكلنا إذا المزارع حيازته صغيرة ممكن من خلال جمعية، من خلال مجموعة مزارعين، لأنه كل مزارع بيقدرش يحط محاسب خاص لأنه الكلفة بصير صحيح. أعلى من الاسترداد. حتى أنا أكون واضح يعني أذكر المعلومة الدقيقة، حسب تحقيق لوطن عملته بشهر 11 العام الماضي، لؤي حنش بيقول إنه وزارة المالية لم تشاور في قانون الاسترداد الضريبي العام 2018، لم نكن راضين بتاتا عن التعديل. وزير الزراعة آنذاك هو من حمل الملف وحصل على يعني توقيع الرئيس يعني، وانت نفيت وانت عفوا انت نافي انه مسودة القانون صيغة، مؤكدا انه مسودة القانون صيغة بالتوافق بين وزيري المالية وزراعة حسب تحقيق وطن العام الماضي. اخي الكريم اي قانون اي تشريع عندما يرسل إلى مجلس الوزراء يرسل إلى جميع الوزراء. لا جميع الوزراء بالقراءة الأولى والقراءة الثانية والقراءة. أنتوا طالبين تعديل حتى يكون أكثر إنصافا. أكثر إنصافا للمزارعين. أي تعديل وزارة ما بدها تعدل أي قانون أو تشريع له علاقة بالزراعة، مش ضروري تيجي الوزارة وتتحدث مباشر مع وزارة الزراعة. نعم. لأنه مجلس الوزراء الأمانة العامة ترسل إلى جميع إيش الوزراء في الحكومة وتدرس كل الوزارات وتشوف، وبالتالي ممكن. لكن أنا ليس يعني نتكلم في هستوري أو في تاريخ، نحن الآن كما قال الإخوان وفي آخر اجتماع كان في مكتب معالي الوزير الأستاذ رياض العطاري قبل عيد الأضحى المبارك. أنا كنت أسألك مخرجات الاجتماع الآن هذا الموضوع، هناك قانون لضريبة القيمة المضافة في مجلس الوزراء يدرس بالقراءة الثانية وكذا، وقريبا إن شاء الله سينظم عملية ليس فقط الزراعة ولكن وهو أن نفتخر أن يكون لدينا تشريع فلسطيني. النقطة الأخرى الـ 35% التي تم اقتطاعها من خلال ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج النباتي هو حق للمزارعين إن شاء الله أن يعود، وأن يكون هناك صيغة توافقية للإنتاج الحيواني تضمن الوصول إلى أصغر مربي. هذا الذي نريد. أستاذ جمال، لو كان يعني بين إيديك الحل كيف سيكون؟ الحل كالتالي، لا ننتظر تطبيق القانون ولا ننتظر اجتهاد الورق، نطبق ما كنا عليه بالقديم. القديم كان كالتالي. أي سنة قديم؟ ما قبل 2018. ما قبل 2018 كان كالتالي، اللي بيجيب فواتيره بيسترد ضريبته باختصار ببساطة، لا بدها تعقيد ولا بدها قوانين. صعبة دكتور عبد الله. هسا سيدي طبعا عندنا قرار بقانون لعام 2018 احنا مختلفين معه، لازم نعدله. احنا مختلفين مع الوزارات مختلفين، بدهم الورق ويستنوا منظومة القوانين. الفلاح لا ينتظر منظومة القوانين. وبالمناسبة يستطيع اي مواطن توجيه تهمة للمسؤولين الفلسطينيين بهدر المال العام. كيف انت بتروح تشتري فاتورة من محل بيطرة لانه فيش عندك سرداد ضريبي، بتاخذش فاتوره، بتاخذ الفاتوره بتخليها للمحتل او بتتلفها. اذا هذا مسبب في هدر المال العام. بالمناسبه لا تدفع الحكومه مالا في هذا الملف، لا تدفع مالا. الحكومه مطلوب منها تنظيما ترجع للناس حقوقاتها اللي دفعوها، ما بدهم شيء ثاني. مع وزير الماليه في القصه هذا المقترح ما رفع. اشتبكنا مع وزير الماليه في مظاهره امام مجلس الوزراء، مظاهره حضرتها جميع القوى، وعملنا اجتماع ولقاء مع وزير المالية، وكنت المتحدث باسم الإخوة الموجودين الفلاحين والمزارعين وأقطاب العملية الفلاحية، واتفقنا أنه خلص بنرفع المحاكم عن جنين وبنرجع الاسترداد الضريبي من بكرة بنبدأ فيه، والملف تدريجي. لم يطبق ذلك. سيدي أستاذ عباس، الوعودات الوعودات كثيرة. نعم. ومع وزير المالية التقينا معه في المكتب عنده في الوزارة كمان، وأكد أنه خلص من بكرة بدنا ننفذ، بس ما صار التنفيذ. صار انطباع عند المزارعين بصراحة وعند أطرنا التمثيلية أنه الوزارة في واد
والمزارعين وحقوقهم وهمومهم مشاكلهم بواد آخر. على أنت بتحكي عن أي وزارة؟ وزارة المالية مع وزير المالية. نعم. التقينا. نعم. وقبلها في المظاهرة اللي حكى عنها أبو رجاء واللي نظمناها باب مجلس الوزراء والتقينا وفد وعد إنه كل مطالب المزارعين محقة وجاهزة للتنفيذ واتصلوا هو قاعد على السبيكر مع لؤي ومع مع الموظفين الوزارة أيامها ولكن لم يتم بالتنفيذ. سيدي اليوم إحنا أمام مشاكل من ثلاث اتجاهات مع بالنسبة للمزارعين. واحد، ملف الضريبة اللي بيفتحه المزارع يسير في مسيرة آلام لا تقل عن آلام السيد المسيح لما انصلب. لا تقل مسيرة الآلام اللي بيمشي فيها المزارع في دهاليز وزارة المالية من المكتب الميداني اللي في طوباس أو في طوباس أو في أي محافظة لحد ما يصل وزارة المالية. أنا عديت 26 مكتب أنا لفيت مع الملف. يعني ما حكيت في المقدمة كلمة بيروقراطية ولا إشي هذه مجمل ديكور. 26 مكتب الملف بزور وتخيل قديش الوقت اللي بيقضيه في كل مكتب. رحلة آلام فظيعة عجيبة. فبدنا وقت إطار زمني واضح للمزارع يأخذ فيه ردياته باحترام وبكرامة بلاش يمتهن بهاي الطريقة. هذا واحد. اثنين، القانون اللي توافقنا عليه وبقرار أعلى هيئة حكومية اللي هي مجلس الوزراء وتم التوافق عليه من كل الجهات ذات العلاقة يجب أن يرى النور فورا. أخونا أبو القاسم حكى قبل شوي على أنه في قانون رح يكون للقيمة المضافة. إحنا حتى الآن وأنا بقول لك كأطر تمثيلية ما على نسخة من هذا القانون ما شفناهوش. هل هو نفسه اللي صغناه إحنا ومجلس الوزراء مع وزارة الزراعة ووزارة المالية مع وزارة العدل ووزارة والأمان العام مجلس الوزراء ولا لا؟ ما بنعرف. طب حقنا نشوفه يا جماعة. ليش نصير بعدين إحنا كأطر تمثيلية الناضل في كيف تعديل هذا القانون بعد ما يصدر وبالإمكان التشاور معنا عليه أو طلعنا عليه نطلع عليه يا عمي متوافق منيح مشان نساعد الوزارة. إحنا بنعمل الوعي الكافي واللازم في أوساط المزارعين لكيفية الانتفاع من هذه الخدمة المقدمة وإحنا نوسع قاعدة اللي بيفتحوا ملفات ضريبية ضبطا للتهرب الضريبي اللي حكى عنه أخي أبو رجائي. صحيح. واللي بيصل لعشرات ملايين الدولارات من فواتير المقاصة اللي بتروح من هون ومن هون. مش معقول هذا الملف يضل بهذه الطريقة. طيب وأنا هذا يعني السؤال المباشر. المقترحات صعبة يعني اللي قدمه. أنا بعتقد أنه إحنا بنضل نعيد يعني بنفس الكلام. ما هو خليني إذا بتسمح لي أول شيء القرار بقانون أو مشروع القانون اللي في مجلس الوزراء عن ضريبة هو ليس للزراعة لا هو لكافة أنا ذكرت اللي بتعلق فينا لكافة الشرائح. صحيح ليس لا ذكرته في المقدمة. وأي قانون مسودة قانون فيها لوائح وأنظمة يعني عندما تحدث عن السياحة عندما تحدث عن الزراعة بيجي مواضيع أخرى. لكن ما أريد أن أقوله بأنه يعني صحيح هذا موضوع ملح وهو على سلم الأولويات وأنا ذكرت إن شاء الله بأنه في بأقرب وقت ممكن موضوع الرديات الضريبية سواء كان للإنتاج النباتي أو الحيواني أن يكون على مدخلات الإنتاج الزراعي في أسرع وقت أن يكون هناك حلول عملية. وأنا ذكرت لا نريد أن نستمر فقط في وعودات. نحن لا نريد أن نتكلم عن وعودات لكن الموضوع في الزراعة هو حساس. يعني وأنت بتعرف أخونا أبو رجاء ولا أخونا عباس إحنا أكثر من مليار ونص شيكل لاثنين مليار ما ثمن أعلاف فقط يعني المستورد أو كذا أو اللي معظمه من إسرائيل وهناك 17% طبعا هناك ضياع لل 17% ليس فقط على المزارع لأنه إذا المزارع لم يفتح حتى التاجر لم يفتح ملف ضريبي راحت على الدولة كلها وبالتالي هناك يعني المخرج لهذا الموضوع كبير جدا يعود على المزارعين والحكومة على حد سواء. لكن ما الموضوع هو فني إشكالي فقط كان كيف سنصل هذا 17% للمزارع. ولكن ما أريد أن أقوله دون أن أدخل في سجال مما قاله الأخ يعني إنه المزارعين أنا لا أعلم يعني بإنه بده يمر على 26 مكتب أو شو أنا لا يعني ليس ومش رح أرد يعني بهذا الإطار. لكن كلياتنا نسعى في فلك واحد. وزارة المالية على علم كونه معالي الوزير سواء كان في الحكومة أو في اجتماعات الثنائية مع معالي وزير المالية دائما في هذا الملف وإن شاء الله أستطيع أن نقول في أقرب الآجال يخرج إلى النور. أسألك سؤال صريح ما الذي يعيق صرفهم إذا كان شبهها بأجة
حصالة وبحطوا فيها، وين راحت المصاري؟ أنت لما بتسألهم مثلا لوزارة المالية بصفتك مسؤول في وزارة الزراعة، بتقول لهم أخذتوا منهم ال 17، رجعوا لهم إياهم، مش بقولوا لك وين راحوا ال 17؟ هم بيرجعوا، لكن ممكن ما بيرجعوا كافة المبالغ مرة واحدة، مرات بيكون في، ما أنت عارف الوضع المالي يعني، يعني بتقدر في الوزارة الحكومة ممكن أن لا يكون هناك سيولة في وزارة المالية، قصدك انصرفوا بشغلات تانية ممكن يكون. يعني ممكن أن لا يكون يتوفر سيولة، أنت بتعرف أنه كيف الوضع المالي للحكومة. الآن ما أريد أن أقوله أنه هناك 35% تم اقتطاعها منذ عام 2013 على الإنتاج النباتي، هذا ما تحدثوا عنه الإخوان، وهذول المفروض أن يعود إلى المزارعين. هذا واحد. فيما يتعلق بتأخير الرديات للمزارعين للإنتاج النباتي، ممكن أن يكون هناك أن يعود، وهذا السؤال ممكن أنت تسأله للأخو في وزارة المال. السؤال الأخير لك دكتور عبد الله، لو صار أي تعديل حكومي فلنفرض، السياسة ماشية، لكن هل ممكن نرجع لنقطة الصفر؟ الحكومة الجديدة تقول لك لا والله بدنا نعدل، بدنا نروح وترد تمد لها كمان سنتين، ولا أنت حامل هذا الملف كوزارة وبتقولهم بغض النظر مين موجود يعني اتوافقنا إحنا والمزارعين تفضلوا نفذوا؟ لا لا، حقيقة الأمر نحن دولة مؤسسات، وهذه ملفات ليس لها علاقة بالشخوص، وإنما هي بالوظائف الاعتبارية. هناك مؤسسات سوف تعمل على يعني، ويعني لا أعتقد بأنه أي حاجة يعني ممكن أن تعطل هذه الملف. هذا هو ملفات، هاي تعتبر من القضايا الاستراتيجية التي تعمل المؤسسات الدولة على متابعتها مع الأطر الزراعية والشرق. رسالة الفلاحين بصفتك رئيس اتحاد الفلاحين اللي حملوك مسؤولية تيجي اليوم وتحكي، شو بتقول؟ إذا بدنا استقلال وبدنا حرية بدنا اقتصاد، الاقتصاد فلسفة وجوهره في فلسطين الزراعة، اذهبوا إلى الفلاحين والمزارعين بطريقة أبسط، ادعموهم كي تنال فلسطين استقلالها. للأخر مسك الختم. قبل بس ما أحكي اللي عندي، بس سؤال، ليش إحنا كل اللي بنحكي فيه على وزارة المالية مش شايفينهم قاعدين معنا في هالستوديو؟ يعني كل الموضوع كان بنحل من إجاباتهم، ليش ما أجوا؟ أكون صريح معك إنه إحنا للأسف لم نفلح في الوصول إلى أحد، وهذه مشكلتهم فيما يتعلق بقضايا المزارعين، لا يظهروا فيما يتعلق بالمزارعين. على كل حال انا بقول لك ببساطه، واحنا حملنا الاستاذ عبد الله هجمنا عليه بصفه حكومه، ما انه صار عليه بده يضطر يحكي عن الكل. يا خي اللي بده ارض بده يدعم اصحابها في البقاء فيها، والاسترداد الضريبي ابسط الاشياء المقدمه للمزارع للبقاء في ارضه. هذول الرعاة اللي بتجولوا في حمصة وفي الحديدية وفي مكحول وفي صمرة، هذول اللي حاميين مساحات شاسعة من الأراضي من الاستيطان، وبتعرضوا لليوم كل يوم للأمرين، هدم، تهجير، ملاحقات، مضايقات، قتل قطعان. نعم. من المستوطنين احنا معنا بدنا نمكنه، كيف نمكنه بدون سياسات تمكينية؟ سيدي مسك الختام معك، حاضر فيما طبعا كل الاحترام لما تفضلوا فيه الإخوان، وهم لا يتكلمون إلا من أجندة وطنية لدعم المزارع الفلسطيني، ونحن نعم. ندور في نفس الفلك، لكن يجب أن لا ننسى بأن هناك العديد من القضايا التي تحدثت عنها أنا في بداية هذه الحلقة لدعم صمود المزارعين. وبالنسبة للاسترداد الضريبي هو عبارة عن جزء من منظومة السياسات، وهذا لا ينفي ما تقوم فيه الحكومة نعم. لدعم المزارعين. إذن يبقى السؤال، هل يمكن الحل أو هل يكمن الحل لإسناد القطاع الزراعي بإفاءات ضريبية كاملة واسترداد ضريبي بأسرع ما يمكن للمزارعين، إضافة لدعمهم ببنية تحتية قوية وأدوية ومستلزمات زراعية وبأسعار مخفضة لنمكن المزارع من البقاء في الأرض وزراعتها وعدم هجرتها، أم توجد طرق أخرى علينا أن نسلكها جميعا لحماية ما تبقى من الأرض والعاملين عليها؟ في الختام اسمحوا لي أن أشكر ضيوفي الأكارم، الدكتور عبد الله لحلوح وكيل وزارة المهندس عبد الله لحلوح وكيل وزارة الزراعة، الأستاذ عباس ملحم المدير التنفيذي لاتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين، الأستاذ جمال الديك رئيس اتحاد الفلاحين. شكرا لزملاء العاملين لطاقم العمل، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.